ما في فرق بيننا بين سوري أو أردني أو أي إنسان أو أي إنسان مغترب كان. الحمد لله إنه كلياتنا هون نشتغل بيد واحدة. أنا لو ما عندي راتب بالكورونا كان صراحة وضعي مزري، إنه بالنسبة لي مشان أكفي وما اعتاز حدا صراحة، يعني باخذ الراتب خلي أدفع إيجار البيت مصروف البيت. اليوم هي لاجئ بدل ما يكون موجود ببيته فلا يكون موجود على رأس عمل، يكون شخص منتج ما يكون شخص عاطل عن العمل. يعني في إلي ناس معهم تصريح عمل وكان وضعهم مزري صراحة. هلأ بالوضع الكورونا قعدوا فترة منيحة، ضلوا شيء شهر وشوي أقل من شهر وهم في البيت موجودين. هلأ طلع لهم تصريح تسريح تبع الأمور الطريق وصار يشتغلوا. بيساعدوا الاقتصاد الأردني، بيساعدوا كل الشباب الموجودة هون إن شاء الله بإذن الله، وهالشيء هاد يعني ممتاز جدا صراحة. أنا بحس حالي هون كأني بلدي الثاني.